بعد الفوز الكبير للمنتخب الجزائري على جيبوتي 8-0، الإعلام المصري تناول الموضوع وعن فرص مصر إنها ممكن تلاعب الجزائر في الأدوار الإقصائية لما يصعد 10 فرق ممكن نقع مع الجزائر، والمصريين قالوا إيه والإعلام المصري قال إيه، وكمان الكابتن خالد بيومي غرد تغريدة اتكلم فيها عن كابتن جمال بالماضي وعن المنتخب الجزائري بعد الفوز الكبير جدا جدا. هستعرض لكم كل ده. اي مصري لو سألته ما تمناش ان احنا نلاعب الجزائر فعلا، دي حقيقة. قبل ما نخش على التفاصيل، شكرا للجمهور الجزائري، كل مرة بقول لكم 10,000 لايك، الحمد لله احنا عندنا فيديوهين في الترند الجزائري، واحد التالت في الترند وواحد العاشر باين في الترند. شكرا للجمهور الجزائري، بتمنى الفيديو ده نوصله ل 15,000 لايك ان شاء الله. بيكم كل مره والله بتبهروني، وشكرا على دعمكم. واي حد مش مشترك في القناه اشترك، فعل زر الجرس عشان نوصل 200,000 بقى، مش 100,000، 200,000 في اقرب وقت ان شاء الله. وقبل كل ده طبعا نصلي على شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى اقول لك الاعلام المصري تناول ازاي والكابتن خالد بيومي قال ايه. يلا بينا. في البداية الكابتن خالد بيومي غرد، والتغريدة زي ما بتظهر قدامكم دلوقتي، قال أنا مش متفاجئ من الفوز الكبير للمنتخب الجزائري على جيبوتي 8-0 للفوارق اللي ما بين الفرقتين، وطبيعي. لكن اللي مش طبيعي واللي لفت انتباهي هو تعامل الكابتن جمال بالماضي مع بداية التشكيل ومع المباراة، ونزل بالتشكيلة الأساسية. الكابتن جمال بالماضي أصبح وزير السعادة للجمهور الجزائري، ده اللي قاله الكابتن خالد بيومي. فعلا احنا كلنا ما كنا متوقعين ان الجزائر هتفوز على جيبوتي، لكن تعامل الكابتن جمال بالماضي ونزوله بالفول تيم وبيلعب باتنين روس حربة يبين لك قد ايه ان الكابتن جمال بالماضي لا مدرب مصمم داخل، ما بيستهنش بالخصم زي ما قال الكابتن خالد بيومي، لا محترم الخصم، وعنده منافس كبير منافس قليل، بيحترم الخصم وبيحترم اي فريق بيلعبه، وده اللي صانع الفارق مع الجزائر. وقال على الكابتن جمال بالماضي وزير السعادة، فعلا وزير السعادة. الكابتن جمال بالماضي اصبح ايقونة من ايقونات كرة القدم في الجزائر. نخش بقى على الاعلام المصري اللي حذر واللي خايف من مواجهة الجزائر ومش عايزين نواجه الجزائر. يعني لو مصر صعدت من مجموعتها مصر هتبقى تصنيف تاني، الجزائر تصنيف اول، ممكن ومن الوارد ان احنا نلعب مع بعض، وارد جدا وارد قوي، لكن احنا كمصريين ما نتمناش ده، بجد ما نتمناش ده. المنتخب الجزائري بسم الله ما شاء الله، عشان ما تقولوش انا بحسد، لا يتخاف منه بجد بجد، احنا منتخبنا في حالة يرثى لها. إذا كان أحمد شوبير اتكلم ولا إذا كان أي نجم من نجوم كرة القدم عن الموضوع ده وقالوا لا ما نتمناش إن احنا نلاعب الجزائر. فرق مستوى رهيب. احنا كنا بنلاعب أنجولا بدون يعني حوالي 7-8 لعيبة أساسية وفزنا على أرضنا 1-0 بالعافية. ما نتمناش إن احنا نلاعب المنتخب الجزائري، هيقصوا علينا والله. يعني لا خلينا حبايب وإخوات وبلاش نلعب بعض. يعني اي حد تاني نلعبه ماشي اوكي، الجزائر لا، بالله عليكم احنا حبايبكم يعني بالراحة. طبعا المنتخب الجزائري يعني مهما قلنا زي ما بقولك كابتن جمال بالماضي بيتعامل مع ماتش اساسي زي ماتش ودي، ماتش قوي زي ماتش ضعيف، بيحترم المنافس، بيحترم المنافس في كل تفصيلة. عنده مباراة مع جيبوتي لا ملعبش بالفريق اللي هو هنقوله عليه مش الاساسيين، مع ان بالنسبه لي الفريق الجزائري اللي قاعد بره زي اللي جوه. عنده ماتش مع بوركينا فاسو، كابتن جمال بالماضي طلع قال لا تهاون مع بوركينا فاسو، الماتش ده بنسبه 99.9 مهم، الماتش ده مهم جدا جدا في الصداره. بوركينا فاسو عندها 3 وانت عندك 3، انت طبعا فارق بالاهداف الكتيره، تكسب المباراه تبقى 6، تكسب المباراة اللي بعديها تبقى 9، تكسب المباراة اللي بعديها تبقى 12-9، لان انت هتلاعب النيجر وفرقة مش قوية. ففعلا الكابتن جمال بالماضي على الفوز الكبير ده ننسى الكلام ده، وعندنا ماتش مهم
ومهم جدا. الجمهور الجزائري طبعا بيقول عن الكابتن جمال بالماضي انه ما بيهزرش، وده فعلا شفناه. شفنا لما خلى رياض محرز وسعيد بن رحمه لما كانوا صابغين شعرهم ابيض، لقيناهم في المعسكر شعرهم اسود، ودي بتعليمات وتوجيهات من الكابتن جمال بالماضي. لازم يبقى فيه التزام، ده اللي بيعمل الفارق. شوف عندنا بقى الكابتن حسام البدري على النقيض، لا مش مدرب، المنتخب المصري في حالة يرثى لها. اخواتي الجزائريين قالوا لي مصر في الوقت ده عامل زي مصر الجزائر، عامل زي الجزائر بالظبط في فترة لما كان ماسكهم رابح ماجر. المنتخب الجزائري كان بعناصر دي بس، كان معهم محرز وسليماني وي وي، بس ما عملوش اللي الكابتن جمال بالماضي عمله. قائد بوركينا فاسو طلع بتصريح كده وقال ان المنتخب الجزائري مش فريق قوي بس، ده منتخب عالمي، والمباراة قدامه هتبقى صعبة، وصعبة جدا جدا. المنتخب بوركينا فاسو عارف قيمة المنتخب الجزائري، ولكن يبقى انه رقم واحد في افريقيا المنتخب الجزائري، ودي حقيقة ما نقدرش نغفلها. اللي نتمناه في الاخر ان احنا كمصريين والاعلام المصري والجمهور المصري في كل حتة قال ما تمناش الاعب المنتخب الجزائري، مش عايز الاعب المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري منتخب، لا بلاش الجزائر عشان يبقى عندنا فرص ان احنا نصعد كاس عالم. مصر ممكن تصعد من مجموعتها سهل قوي، لكن الصعوبة مش في انك تصعد من المجموعة، الصعوبة لما تيجي تلاعب بقى مصنف اول. ولو وقعت مع الجزائر ده انا ما اتمنهوش طبعا، يا رب ما نقعوا مع بعض. لا مش عشان مشاكل، ولا لا 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 لا، مش عشان كده خالص، عشان خاطر ان المنتخب المصري حاليا لا في حالة يرثى لها. لكن على النقيض هتلاعب بسم الله ما شاء الله منتخب عنده، لا بسم الاسكواد بسم الله ما شاء الله. فاحنا ما نتمناش ان احنا نقع مع اخواتنا الجزائريين، نتمنى ان اخواتنا الجزائريين يصعدوا واحنا نلعب منتخب، حتى لو هنلعب السنغال بس ما نلعبش الجزائر. انا ما لا ما لعبش الجزائر، العب السنغال ممكن نصعد، لكن فرصتنا مع الجزائر دي حقيقه. انا خلي بالك احنا مش بنقول كده عشان بنضخم الامور، لا والله دي حقيقه. اتفرج بالارقام وبالورقه والقلم، المنتخب الجزائري في حته تانية. المنتخب الجزائري اعلى بمراحل من المنتخب المصري، فعشان كده مش عايز الاعب الجزائر عشان يبقى عندي فرص ان اصعد كاس العالم. مباراه المنتخب المصري بكره، في مباراه لمصر بكره مع الجابون، مباراه مهمه. المنتخب الجزائري هيلعب يوم الثلاث مع بوركينا فاسو في مباراه مهمه، وهندعم المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. كمصري انا هشجع، انا بشجع الاثنين زي ما قلت، وبدعم كل الفرق العربيه. اتمنى في النهايه صعود مصر لكاس العالم، وصعود الجزائر وصعود المغرب وصعود تونس، اتمنى، وما نقعش مع بعض في الادوار الاقصائيه. ما تمناش، لان مصر هتبقى تصنيف تاني، هو كده كده الجزائر والمغرب وتونس مش هيلعبوا بعض لانهم هيبقى تصنيف اول، مصر هتبقى تصنيف تاني. ما تمناش اقع مع فرقه من دول، وبالذات اخواتنا الجزائريين. ويا ريت ادعوا معايا ان احنا ما نلعبش بعض في الادوار الاقصائيه. كده بكون انا وصلت لنهايه الحلقه، بحبكم في الله طبعا، وما تنسوش اللايك والشير، ودمتم في امان الله. سلام.